بعد توقيع اتفاقية مع العراق لتزويد لبنان بزيت الوقود عام 2021 بغية استبداله بفيول مخصص لتشغيل معامل الكهرباء، تبددت العتمة الشاملة عن البلاد ولو لساعات قليلة. تطور إيجابي جديد طرأ اليوم على تلك الاتفاقية التي تم تجديدها العام الماضي مع موافقة مجلس الوزراء العراقي على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية، لزوم تشغيل معامل الكهرباء لتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف، إضافة إلى تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية مع زيادة 50% على الكمية لتبلغ 1.5 مليون طن في السنة، فضلا عن إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة إلى دولة لتأمين إلى حدود 2 مليوني طن من النفط الخام سنويا. فكم ساعة إضافية سترتفع التغذية الكهربائية؟ اليوم وزير الطاقة بيقول إنه المبادرة القديمة، العقد القديم لم ينتهي. طالما لم ينتهي وعم بيقول بده يبلش استكماله من تموز لتشرين الأول ومضاعفة الكمية، هذا بمد اللبنانية إذا مضاعفة الكمية ب 160 ألف طن بيعطونا 4 ساعات، هيدا لا تشرين الأول. مما يعني إذا هيدا مظبوط المبادرة الجديدة ما رح تبلش قبل أوائل السنة أو بعد تشرين الأول، مما يعني أنه من هلأ لا تشرين الأول رح يكون في مضاعفة كمية، يعني رح يزيدوا للأربع ساعات من الساعتين اللي كانوا نقدروا يزودونا فيها بتصير 4 ساعات. أما المليونين طن فهون بيزيدوا أكتر، بدنا نشوف بعدين. هيدا اليوم ما فينا نجاوب 100% عليه لأنه ما بنعرف الشحنات كيف رح تكون، كيف رح توصل الشحنات، يعني إذا بتوصل دفعة واحدة مقسمة على أشهر. العقد الحالي الذي أبرم قبل سنتين يقضي بإرسال شحنات وقود الزيت العراقي إلى لبنان مقابل خدمات مدفوعة للعراقيين بالليرة اللبنانية، فيما لا تزال شروط ومعايير عقد المليوني طن الجديد مبهمة. حقنا أول شيء نعرف شو صار بالعقد القديم، إذا الدولة اللبنانية أوفت بموجباتها تجاه الدولة العراقية، هيدا واحد. اثنين، إذا بعد في كميات ولا لأ. ثلاثة، نعرف مضمون الاتفاق الجديد، الاتفاق الكميات، طريقة الدفع، على أي سعر صرف، والالتزامات من قبل الجانب اللبناني، لأنه آخر تنهار هاي التزامات على عاتق الشعب اللبناني. على سكة المبادرات الدولية لتبديد العتمة اللبنانية، كانت السلطات الأردنية قد أعلنت قبل شهرين أنها ستزود لبنان بمائة ميجاوات من الكهرباء عبر سوريا فور أخذ جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة. اليوم الاتفاق مع الأردن مثله مثل الاتفاق مع مصر. الأردن هو كان بدها تمدنا بالطاقة الكهربائية ومصر كان بدها تمدنا بالغاز. السؤال الأساسي أنه اليوم عند الجانب اللبناني، يعني مثل ما عم نطلب، ما صار في إصلاحات يلي عم بيطالب فيها المجتمع الدولي. هذا الغاز المصري والكهرباء من الأردن مربوطين بكارد من البنك الدولي، في حال لم يتم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة هذا الكارد غير ممكن. لليوم بعد ما شفنا تنفيذ للإصلاحات المطلوبة بشكل ملموس وجدي كله حكي. تلك الإصلاحات تتمثل في تفعيل الجباية والتدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان، إضافة إلى إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع والمباشرة في عملها.